السلام عليكم أعزائنا المتابعين في قناتكم مانجر تيبس، ويلا نبدأ. أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المتابعين في قناتكم مانجر تيبس. إن شاء الله في حلقتنا هذه اليوم حنتكلم عن الباب الخامس من نظام مكتب العمل، واللي هو علاقات العمل، واللي يبدأ معانا بعقد العمل واللي يمتد من المادة 50 إلى المادة 60. 10 مواد بسيطة وسهلة ولكن مهمة جدا، فخلينا نبدأ فيها بسرعة. نبدأ بالمادة 50 واللي تقول: عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. يعني من الآخر كذا، هو العقد اللي ما بين المنشأة أو صاحب العمل والموظف أو العامل. نروح بسرعة للمادة 51. المادة 51 يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب. وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. يعني في حال العامل شغال في أي منشأة، بعد كذا حصل أي شيء أو أي مشكلة لا سمح الله، للعامل الحق بإثبات أنه هو شغال لدى المنشأة بأي طرق إثبات متاحة عنده. ممكن كشف الدوام، البصمة، مسيرات الرواتب، أي طلبات أو خطابات قام هو بعملها في المنشأة، فهذه كلها تعتبر إثبات على أنه هو شخص شغال أو موظف لدى المنشأة هذه. طبعا يكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. يعني في أي وقت بعد كذا ممكن أنا أطلب كتابة العقد، مو شرط أنه أنا أكتب العقد في أول يوم. بعض المنشآت بتقول لك أنا ما حأكتب العقد إلا بعد ما يعدي 3 شهور التجربة، ما حأقعد أكتب عقود ويداوم أسبوع أسبوعين ويرجع يروح ويجي موظف تاني أسبوع أسبوعين ويمشي واللي بعده. لا، خلاص أنا العقود أو العقد ما حأكتبه إلا لمن أثبت الموظف عندي بعد ما يتخطى 3 شهور التجربة أو 90 يوم. بعد كذا عندنا المادة 52. المادة 52 تنقسم لبندين. البند الأول: مع مراعاة ما ورد في المادة 37 من هذا النظام. المادة 37 اللي هي كانت بتتكلم عن إنه الشخص الغير سعودي يجب أن يكون عقد العمل حقه محدد المدة، لا يجوز أن لأي شخص أو لأي موظف غير سعودي أن يكون عقده مفتوح، لازم يكون عقده محدد المدة. هذه هي المادة 37. تضع الوزارة نموذجا موحدا لعقد العمل يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق به ومدته إن كان محدد المدة. يعني من الآخر كذا، هذه البنود الأساسية اللي لازم تكون مذكورة في عقد العمل اللي بين المنشأة أو صاحب العمل والعامل. إيش هي البنود الأساسية عندنا؟ 1. اسم صاحب العمل ومكانه. 2. اسم العامل وجنسيته. 3. أي شيء يلزم لإثبات شخصيته، اللي هي مثلا رقم الهوية، رقم الإقامة، رقم جواز السفر، أيا يكن، وعنوان إقامته. بعد كذا بالإضافة للأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، يعني أي اتفاقات مالية بالإضافة للأجر، يعني عندك الراتب الشهري، عندك بدل السكن، بدل المواصلات، وأي مزايا نقدية أخرى. بعد كذا عندنا نوع العمل ومكانه. نوع العمل أو المسمى الوظيفي والمكان اللي هو شغال فيه، في أي مدينة أو في أي قسم أو في أي إدارة. بعد كذا تاريخ الالتحاق بالعمل ومدته إن كان محدد المدة. تاريخ الالتحاق بالعمل اللي هو المقصود فيه تاريخ المباشرة. أغلب الأحيان أو 99% من الناس بيكون تاريخ أو المنشآت تبع إنه تاريخ توقيع العقد هو تاريخ المباشرة، مو شرط. أحيانا بعض المنشآت بتقول لك أنا ما حأكتب العقد إلا بعد ما يعدي فترة 3 شهور، فهنا بيتعمل له في البداية نموذج مباشرة بيتسجل فيه المباشرة حقته، وبعدين وقت كتابة العقد بيتم كتابة
العقد بالتاريخ اللي اتكتب فيه، وبيذكر في احد البنود في العقد انه بداية العقد او الشخص او الموظف هذا عقده ابتدى من تاريخ كذا، بتكون مثلا من تاريخ مباشرته، يعني حيكون التاريخ المباشرة اقدم من تاريخ كتابة العقد، حتكون تاريخ مباشرته او التاريخ المذكور في بداية او تاريخ بداية العقد حتكون هو نفس التاريخ المذكور في نموذج المباشرة اللي باشر فيه في بداية العمل. بعد كده حنروح للبند الثاني. يجب ان يكون عقد العمل وفق النموذج المشار اليه في الفقرة واحد، يعني بالمختصر انه عقد العمل لازم يحتوي على البنود اللي احنا قلنا عليها من شوية او المعلومات اللي احنا ذكرناها، ولطرفي العقد ان يضيفا اليه بنودا اخرى بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. يعني انا اقدر اضيف بنود تانية، شروط اخرى، بس بشرط جميع هذه البنود اللي انا حضيفها، سواء كان مثلا ممكن زي تأمين طبي، الدوام، الإجازات، الأمور هذه، كل الأمور هذه اللي أنا هحطها يجب أن لا تتعارض مع نظام مكتب العمل. يعني مثلا النظام في نظام مكتب العمل بالنسبة للإجازات يجي يقول لك الإجازات لازم يكون المينيموم هي 21 يوم عن السنة، فما ينفع أن أنا أكتب له في عقد العمل أنه إجازته 10 أيام في السنة، هذا حيعتبر بند مخالف للنظام. تمام؟ بعد كده حنروح للمادة 53. إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل وتحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على 90 يوم. يعني إذا كان الموظف عندي حيخضع للتجربة فلازم أن أنا أذكر الشيء ده في العقد، أنه الشخص هذا أو الموظف ده حيخضع للتجربة مدتها 3 شهور أو 90 يوم، تمام، ولا تزيد على 90 يوم. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، تمام. يعني انا ممكن اني ازيد فترة التجربة، ولكن بشرط يجب ان يكون هناك اتفاق مكتوب ما بين صاحب العمل والموظف، ولازم الاثنين يكون في موافقة على الشيء هذا. طيب هزيدها قديش؟ يقول لك على الا تزيد على 180 يوم، يعني الضعف، يعني بدل ما هي 90 يوم حخليها 180 يوم، يعني بدل 3 شهور حتصير 6 شهور. بس في نفس الوقت في شروط اخرى للتمديد، ولا تدخل في حساب فترة التجربة اجازة عيد الفطر والاضحى والاجازة المرضية، ولكل الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء لاحدهما. طيب ايش المقصود في ولا تدخل في حساب فترة التجربة اجازة عيد الفطر والاضحى والاجازة المرضية؟ يعني مثلا حاليا احنا كل عام وانتم بخير، انتهت اجازة عيد الاضحى، في بعض الموظفين ممكن يكون باشر قبل عيد الاضحى يعني مثلا خلينا نقول انه اغلب الشركات او اغلب القطاع الخاص كان اخر يوم عمل له قبل اجازة العيد هو يوم 8 ذي الحجة، فلنفترض انه الشخص هذا باشر عمله في الشركة او في المنشأة في يوم 5، فداوم هو يوم 5 و6 و7 و8 وبعد كذا توقف عن العمل وبدأ العمل بعد اجازة العيد، فاخذ مثلا خلينا نقول اجازة العيد اخذها 4 ايام او 5 ايام، الاربع ايام او الخمسة ايام هذه ما تخصم من 90 يوم، بمجرد من يوم 5 الى يوم 8 هذه 3 ايام او 4 ايام هذه تخصم من 90 يوم، بعد كذا العقد يتوقف الين يرجع يباشر عمله بعد اجازة العيد. فترة الاجازة حقت العيد وعيد الفطر والاجازات المرضية او مثلا زي ما حصل في موضوع الشركات لما توقفت وقت الحجر الصحي، تمام، في وقت جائحة كورونا COVID-19 في شركات كثيرة وقفت لمدة شهر أو شهرين أو 3، أي شخص كان في فترة اختبار فالشهر والشهرين الثلاثة هذه ما هي محسوبة من فترة التجربة، ولكن بعد ما يرجع عمله حتتحسب، هيبدأ يعد 90 يوم أو المتبقي من 90 يوم. طيب المادة 54، لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد،
واستثناء من ذلك، طبعا في استثناء في الموضوع، استثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد اللي هو المنشأة أو صاحب العمل والعامل كتابة، لازم يكون الاتفاق مكتوب، إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى، بس بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العمل، يعني العامل ساب المنشأة هذه وراح اشتغل في أي مكان أو توقف عن العمل معهم، قدم استقالة أين يكن، ومضى على تركه للعمل في المنشأة هذه 6 شهور أو أكثر ورجع لهم تاني. هنا أنا ممكن أرجع لما رجع تاني إن أنا أرجع أحطه تحت فترة اختبار 3 شهور تانية، تمام؟ وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أي من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك. طبعا في فترة التجربة أي شخص سواء الشركة أو المنشأة أيا يكن من الطرفين أنهى العلاقة التعاقدية فلا يحق للموظف، لأنه هذه في بيصير كثير بيصير عليها خلاف في المرحلة هذه، لا يحق للموظف سوى راتب الأيام اللي هو اشتغلها، سواء كان اشتغل شهر فهو بياخذ أجرة شهر، اشتغل شهرين بياخذ أجرة شهرين، اشتغل أسبوع بياخذ أجرة أسبوع فقط، ما له نهاية خدمة ولا له أي شيء تاني. نيجي الآن للمادة 55 وهي تنقسم برضو لبندين. البند الأول ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفا في تنفيذه عد العقد مجددا لمدة غير محددة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 اللي هي برضو حقت إنه الغير سعودي عقده محدد المدة، لا يجوز أن يكون مفتوح المدة. أما البند الثاني، إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. إيش يعني؟ يعني أنا لو جيت قلت مدة العقد هذا سنة ويتجدد تلقائيا، بمجرد أن أنا قلت مدة العقد سنة ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، فمعنى كذا أنه بعد نهاية السنة تلقائيا العقد هيدخلني في فترة جديدة ويعتبر متجدد، ويعتبر أن العقد تم تجديده لمدة سنة أخرى. لو كان مدته سنتين وقلت والله مدة العقد سنتين ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، فهنا كمان هيكون هيتجدد لمدة سنتين قدام. طيب، فإن تعدد التجديد 3 مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد 4 سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. يعني خلينا نقول انه انت بمجرد انك تتعدى 4 سنوات مباشرة حيصير عقدك غير محدد المدة، او انه اذا عقدك سنوي يعني كل سنة بيتجدد، فانت بعد ما يتجدد عقدك 3 مرات متتالية وراء بعض، اول ما تبدأ في السنة الرابعة حيبدأ يصبح عقدك غير محدد المدة. طبعا الامور هذه فيها فرق في مكافآت نهاية الخدمة قدام إن شاء الله، لما حنتكلم في مكافأة نهاية الخدمة الأمور هذه حتفرق معانا في المبالغ اللي حتطلع للعامل في نهاية في حساب نهاية الخدمة، لما يكون عقده محدد المدة أو غير محدد المدة وسبب ترك الخدمة. بعد كذا عندنا المادة اللي هي 56، في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة تعد المدة التي تجدد فيها العقد امتدادا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها. يعني مدة العقد سنة، السنة انتهت وتجدد تلقائيا، تمام؟ فهنا السنة الأولى ما راحت، لا هي السنة الثانية هذه امتداد للسنة الأولى، فأنا صارت دحين خدمتي سنتين 3 سنين 4 سنين، مو معنى كذا ان والله العقد إن وقف او تجدد تلقائيا معنى كذا انه السنة الاولى راحت، حتى لو العقد منتهي او محدد المدة ولا يتجدد تلقائيا، يعني مدة العقد سنة انتهى او قبل ما ينتهي جيت انا والله وجددنا العقد مرة ثانية مع المنشأة، فانا هنا دخلت في السنة الثانية، مو معنى كذا انه السنة الاولى راحت علي، لا السنة الثانية هذه حتعتبر امتداد للسنة الاولى وهلما جرى. بعد كذا عندنا المادة 57، إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. يعني لو أنا العقد حقي مكتوب فيه إنه والله أنا عقدي عشان أسوي 1 2 3 4،
فبمجرد انتهاء تنفيذي لي 1 2 3 4 عقدي بيكون منتهي، سواء الموضوع هذا أخذ سنة، أخذ يوم، أخذ 10 أيام، أخذ 10 سنين، ففي النهاية بمجرد أن أتم وأنفذ الأعمال الموجودة في العقد الذي كتب لأجلها انتهى العقد. بعد كذا حنروح للمادة 58. طبعا المادة 58 كمان تنقسم لبندين. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته كتابة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته. يعني أنت شغال في جدة، لا يجوز لصاحب العمل أنه فجأة كذا ينقلك للرياض ومن غير موافقتك. لازم طالما أنه في النقل هذا حيقتضي تغيير محل إقامتك تماما، تمام، ونقل خلينا نقول دائم، مو والله عمل مؤقت شهر او 15 يوم، لا، انت حتروح مثلا حتقعد 6 شهور، سنة، سنتين ممكن على طول. فهنا لازم يكون موافقتك في الموضوع. اذا العامل او الشخص ما وافق فلا يحق لصاحب العمل اجباره على الانتقال الى مكان اخر. البند الثاني، لصاحب العمل في حالات الضرورة، في حالات الضرورة فقط التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوم، تكليف العامل للعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة. يعني أنت شغال في شركة، فجأة حصلت ظروف تقتضي انتقالك من مدينة إلى مدينة أخرى وتغيير محل إقامتك، ولكن الانتقال هذا تمام يحق للمنشأة أنها تجبرك على أو تجبر الموظف على الانتقال، تمام، ولكن لمدة لا تتعدى 30 يوم خلال سنة ميلادية أو سنة هجرية، على حسب أنت عقدك أو المنشأة كيف ماشية في التقويم حقها، تمام، أو خلال سنة تعاقدية، خلينا نقول عشان لا نختلف، خلال السنة التعاقدية اللي بينك وبين الشركة أو المنشأة، فهي يحق لها نقلك فقط لمدة لا تتجاوز 30 يوم. قد تكون 30 يوم هذه متقطعة أو متصلة على حسب. طبعا المنشأة لازم انها تتكفل بجميع تكاليف الانتقال، سواء كان مواصلات، سكن، ايا يكن، كل الامور هذه بتتكلف، بتكون على عاتق المنشأة. نروح للمادة 59. لا يجوز نقل العامل ذي الاجر الشهري الى فئة عمال اليومية او العمال المعنيين المعينين بالاجر الاسبوعي او بالقطعة او بالساعة الا اذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. يعني لو أنت من موظفين اللي يأخذ راتبه نهاية كل شهر، تمام، فما ينفع أنه أنا فجأة أجي أقول لك لا أنا ما هعطيك، أنا هعطيك باليومية أو أنا هعطيك على الإنتاج حقك، ما هينفع. إلا في حالة واحدة، أنك أنت وافقت على الموضوع ده، وفي حال وافقت أو في حال حصل الشيء هذا، فالمدة المنقضية، يعني انت صار لك سنة شغال معايا، بتاخذ سنة كاملة بتاخذ أجرك كراتب نهاية كل شهر، السنة الثانية جيت قلت لك لا انا حاعطيك على القطعة مثلا او على اليومية، فهذا طبعا لا يخل بحقوقك عن السنة الماضية اللي انت كنت تاخذ فيها راتب شهري. عندنا المادة الأخيرة اللي هي المادة 60. مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة 38 من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوم في السنة. برضو ما ينفع أن أنا أكلفك بأعمال أخرى غير اللي إحنا اتفقنا عليها إلا بموافقتك، وكمان نفس الموضوع يجب أن المدة لا تتجاوز خلال المدة التعاقدية عن 30 يوم. وبكذا أعزائي المتابعين نكون انتهينا من شرحنا لعقد العمل. هتلاقوا في الوصف تحت حاطط لكم نموذجين لعقود العمل، عقد عمل أو اللي هو النموذج العام اللي هو حق مكتب العمل، تمام، وعقد آخر يتضمن نفس البنود ولكن بتنسيق آخر أو بشكل آخر مع إضافة بعض البنود الأخرى،
واللي هي أغلب الشركات أو المؤسسات ماشي عليها، ومترجم حتلاقيه كمان بالعربي والإنجليزي في ملف واحد. أرجو أن تكون الحلقة نالت رضاكم، وإذا أعجبتكم لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.